كراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس الان وكل اوان ظهر الدور كلها امين. بشكر ربنا ان انا موجود مع حضراتكم النهارده اخد بركتكم وبركه العذراء ام النور وبركه ماري مرقس كروز ديارنا ومؤسس كنيستنا القبطيه في مصر. كمان بحيي الكوير، ربنا يعوضكم ويبارككم. حلو خالص ان احنا نكون مشغولين ونستخدم موهبنا لمجد المسيح. كل واحد عنده موهبة يستخدمها لمجد المسيح، عنده صوت حلو يرتل، بيعرف يطبخ يعمل أغابي، كل واحد يعرف يعمل حاجة يعملها. أنا عارف إن الوقت اتأخر اوريدي، فيعني صلوا لي إن أنا ما أطولش. في صوم العذراء نحب نبص على العذراء، في صوم العذراء نحب نبص على العذراء، نحب نبص لها كده ونتعلم منها. ولو فات مننا صوم العذراء واحنا ما نتعلمناش من العذراء يبقى عملنا ايه؟ غيرنا بس الاكل وخلاص. عايزين نتعلم من العذراء. طبعا العذراء دي يعني نتعلم منها ايه ولا ايه؟ يعني الواحد ما يكفهوش سنين عمره كلها يقعد كل يوم بس كده يبص لها، يبص على الوداعة ويبص على النقاوة ويبص على الطهارة ويبص على الاتضاع ويبص على الطاعة ويبص على احتمال الألم بشكر ويبص على الفقر الاختياري ويبص ايه ده؟ ده كنز فضايل. حلو نبص على العذراء وحلو نبص على القديسين. لما نبص على القديسين نتشجع. عارفين نتشجع ليه؟ عشان الكتاب بيقول كان إيليا إنسانا تحت الألام إيه؟ مثلنا. عشان كده يقول الذي أعانهم يعيننا. ونفس الروح نفس الدينامو اللي كان بيتحرك فيهم وبيحركهم وبيعمل فيهم هو فين؟ في داخلنا. واخدين نفس الروح القدس ولا الروح القدس اللي جوانا يعني نص نص؟ هو هو. وربنا بيتغير؟ ربنا بيتغير؟ ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب وإله بولس وهكذا. كنت قاعد مع أحد الشباب وطلب مني أنه يعترف، وأنا ببقى مبسوط قوي لما حد من الولاد يطلب أنه يعترف، يعني ما يبقاش تحت ضغط، يعني اللي هو إيه لازم تروح تعترف النهاردة وهاخدك لابونا ومش عارف، يعني كل الكلام ده كويس بس يبقى حلو لما تطلع من قلب الواحد. فلقيته بيقول لي حاجة أعتقد إن كلنا بنعاني منها. قال لي يا ابونا أنا حاسس إن أنا مفيش حاجة بعملها صح، حاسس إن أنا مفيش حاجة بعملها صح. وليت لي يعني أخيرا أي حاجة بتنرفزني، أي حاجة بتنرفزني بسبب بدون سبب بتنرفز، وردي بيبقى يعني بانفعال اكتر من ما الموقف يستدعي. يعني ممكن يبقى اخويا او امي او حد بيطلب مني طلب عادي خالص فلاقي نفسي برد عليه بعنف. لقيت ربنا بيفكرني بآية قالها معلمنا يعقوب الرسول، بيقول من أين الحروب؟ من أين الخصومات؟ أليس من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. أولتين، من أين الحروب؟ النرفزة والخصومة ومش قادر أسامح ومش قادر أصلي ومش قادر أركز في الإنجيل ومش قادر أركز في القداس وحياتي كلها متشقلبة. الصراعات والألبان ده كله جاي منين؟ قال لك بص جوه، ده جاي من جوه مش من بر. أليس من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم. عشان كده لما بص العذراء النهاردة نقول لها السلام لك يا مريم يا طهرة ونقية. يا طهرة وإيه؟ ونقية. وأقول لها يا أمي نفسي أتعلم من نقاوتك، نفسي أتعلم من نقاوتك.
والنقاوة مش النقاوة الخارجية. ده يقول كل مجد ابنة الملك من داخل. نقاوة داخلية، لأن الإناء ينضح بما في داخله، ومن فضلة القلب يتكلم اللسان. من فضلة القلب يتكلم اللسان. فلو أنا جوايا حاجات مش مظبوطة، يبقى لازم اللي هيخرج مني حاجات إيه مش مظبوط. أحد الأباء اللفظ لطيف قوي، الهولي إن هولي أوت، جاربج إن جاربج أوت. شكلكم عارفينها الموضوع. هولي إن هولي، هتدخل حاجات حلوة هتخرج حاجات حلوة، هتدخل حاجات أي كلام هتخرج حاجات إيه. النقاوة، النقاوة التي بدونها لن يرى أحد الرب، لأنها طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. يا بخت الإنسان اللي عنده نقاوة الفكر. نقاوة، لما بتكلم عن نقاوة عايزكم تشغلوا دماغكم معايا كده. أفتكر كوبايتين، كوباية فيها مية نقية فتبقى الكوباية إيه؟ رايقة وصافية وهادية، وينفع تبص فيها وتشوف ناحية تانية. وكوباية فيها مية مش نظيفة متعكرة، تلاقي بقى إيه حاجات جوه عمالة تلعب ومش شايف حاجة، كوباية مغبشة خالص. افتكروا المثل ده مهم جدا. يا ترى في داخلي هذا الصفاء والنقاء والسلام والهدوء، ولا الدنيا جوايا ايه؟ في صراع، في صراع. حياة النقاوة ملهاش حل. يعني ما ينفعش يعني نوايم فيها، ما ينفعش نقول ايه؟ يجب أن نكون أنقياء لكي ما يعمل الله بينا، لأنه ليست شركة للنور مع الإيه؟ مع الظلمة. ويجب أن نكون أنقياء ليظهر الله من داخلنا. عارفين اللمبة بتاعت الجاز بتاعت زمان دي؟ حد يفتكر لمبة الجاز، ولا احنا بنقول لكم حاجات قديمة قوي؟ لمبة الجاز دي كانت بتولع لهب كده، وبعدين يحطوا الهيكل بتاعها ازاز كده من بره، ولانه الجاز لما يتحرق بيهبب الازاز، فكل شويه لازم يمسكوا البتاع دي وينظفوها. طب لو ما نظفوهاش هيحصل ايه للنور؟ مش هيطلع، صح؟ طب احنا جوانا نور ولا ما جواناش نور؟ يقول اه جوانا نور، جوانا روح المسيح، روح الله الناري. طب الروح ده يظهر من خلالنا ازاي؟ يشتغل فينا ازاي؟ لازم احنا نكون من بره مدينه فرص ومن جوه مدينه فرص عشان يشتغل. طب لو كان الجسد مثقل بغمامات من الهموم والخطايا والنجاسة والحقد والكراهية ربنا يشتغل ازاي؟ طب ربنا يظهر جوانا ازاي؟ طب ربنا يبين للناس ازاي؟ كيف اقتني النقاوة؟ يلا بقى دخلوا، تعالى بقى ايه ندخل في الجد على طول، مش عايزين نضيع وقت اكتر من كده. انا عارف ان انتوا مدركين معايا واكتر مني اهمية ان نكون انقياء. طب كيف نقتني النقاوة؟ اول حاجة عايز اقول لكم حقيقة تشجعنا كلنا، انه حياة النقاوة مش مستحيلة. اوعى تفتكر، واوعى الشيطان يحط في بالك حتى مهما كررت السقوط بأعداد كثيرة جدا أن حياة النقاوة حياة مستحيلة. الكلام ده مش مظبوط. عايز تتأكد من كلامي؟ افتح سير القديسين وبص، بص على واحدة كانت يعني عندها بيت لممارسة الرذيلة والزنا، وكانت محترفة هذا الطريق. عارفينها طبعا، قديسة مريم المصرية، وقعدت في الخطية فترة طويلة جدا، سنين طويلة. وهذه المرأة
اللي بنسميها يعني امرأة غير ملتزمة أو يعني زانية أو عاهرة أو whatsoever، صارت قديسة. مش بس قديسة، دي سائحة، يعني وصلت لأعلى درجات القداسة. الله الله الله، يعني في فرصة؟ آه طبعا في فرصة، دايما في فرصة. اوعى تفقد الرجاء، واوعى تقول ده انا بقالي سنين كتيرة خلاص يا ابونا فيش فايدة، انا اللي في دماغي في دماغي، انا اللي فيا فيا، انا مفيش مني فايدة. ما اقول اوعى تقول كده، اوعى تقولها، اوعى تقولها، قول انا مش قادر يا رب اعني. تفرق صح؟ في فرق ان انت تقول مفيش فايدة، مفيش فايدة يبقى انت قفلت الباب بنفسك، واوعى تلوم ربنا، واوعى تقول ربنا ما ساعدنيش، لا ده انت اللي قفلت الباب على نفسك بنفسك. لكن قول اللهم اعني، اللهم ارحمني انا الايه الخاطئ. عشان كده اول طريق النقاوة هو التوبة، لوجيك مش كده؟ طيب البنات الحلوين دول لابسين لبس ابيض جميل، هل مشوا بيه شويه في الشارع؟ يعني افرضوا ان انتوا في مصر، يعني بلاش تتخيلوا ان انتوا في امريكا، والتراب والعفارة ومش عارف ايه والبتاع، راحت البيت ايه انا ابيض، ايه ده البتاع بقى رمادي، اعمل ايه؟ اول حاجة تفكري فيها اعمل ايه؟ اغسله. هلا ادي اول السكة، اول السكة التوبة، اول السكة اقعد مع نفسي واعترف ان القميص ايه متوسخ، واعترف انه محتاج ايه ينضف. طب وبعدين يا رب؟ ما اعرفش انضفه، مش في ايدي، انا اعرف اقول بس ان انا غلطت، يقول لك ما انت تقول انا غلطت وانا اقول لك مغفوره لك ايه خطاياك. حلوه دي، ايه رايكم؟ دي الجميل قوي. تعالى بس قول ربنا اللهم ارحمني فاني خاطئ، يطلعك ايه مبررا، نضيف زي الفل. لكن التوبه محتاجه اتضاع. انا اسف اقول ان احنا خلاص كبرنا على الاعتراف دلوقتي، لان احنا بقينا كبار. يعني ايه اروح لابونا اقول له ان انا بتفرج على مثلا حاجة مش كويسة، او بفتح الانترنت، او بفكر بطريقة مش كويسة، او مش عارف بعمل ايه؟ يعني ايه اقول لابونا كده؟ ومين ابونا اساسا عشان اقول له كده؟ ما انا ربنا وخلاص. لا تستكبر بل ايه، بل خاف. لا روح قول لابونا، روح قول لابونا معلش ابونا انا جاي اعترف قدام ربنا النهاردة قدام قدسك، انا ضعفت ويعني ودخلت على الانترنت واتفرجت على حاجات، وكان في فيلم في التلفزيون فكملته ومش عارف كان حصل ايه وبتاع، ومحتاج ربنا يسامحني. التوبة محتاجة اتضاع، التوبة محتاجة اتضاع، لان البطرك نفسه ايه بيعترف. ده حكولنا الاباء الاسقفة يعني عن البطرك وهو بيقبل اعترافات الاسقفة، بيقول يعني بيكون في منتهى الاتضاع، ويعني وشه في الارض ومش ما بيبصش ناحية اللي بيعترف، واكيد اللي بيتصرف كده مع اللي جاي يعترف يبقى هو كمان بيعمل كده لما بيروح ايه يعترف. اتضاع، قول انا غلطان. الانسان المتكبر ما يقدرش يقول انا ايه غلطان، ما يقدرش يقول سوري. الانسان المتضع سهل قوي يقول ايه انا اسف. بس لو سمحت لما تعترف بخطيتك لازم تاخد قرار، لازم تاخد ايه قرار. ايه القرار؟ اقوم الان وارجع الى ابي واقول له اخطأت في السماء قدامك ولست مستحقا ان اعود عليك، بس كده؟ بل اجعلني احد اجرائك. دي مهمة جدا، اجعلني احد اجرائك. دي يعني ربنا عايز ادخل البيت، عايز ابقى في الكنيسة، عايز ابقى من شعبك، عايز ابقى من قطيعك، ولو ما استاهلش ابقى شماس لاني ما استاهلش التونية اللي بلبسها، ان شاء الله رب اخد اقف في خورس الموعوظين. عارفين زمان كانت الكنيسة ايه؟ خوارس. كان في خورس الشمامسة والإكليروس وخورس المؤمنين، وبعد كده خورس الموعوظين اللي هم الناس اللي لسه كان خورس الموعوظين والتائبين، يعني اللي يشوف نفسه اللي هو ما يستاهلش يدخل لغاية جوه، اجي يا رب بس اقف بره. ساعات الشيطان يقول لك ايه؟ اختشي، خلي عندك دم،
وانت لسه بتفكر الفكر ده وانت قادره مش قادره تسامحي اختك وانت مش عارفه في ايه وفي ايه وفي ايه وتروحوا الكنيسه شيخ اكتشي يقول له مالكش دعوه انت انا هروح عشان ربنا ايه ينظفني واللي يحرم نفسه من التناول انت لو سمحت ما تحرمش نفسك من التناول حط قرار خلاصك في ايد مين ابونا ربنا يعني يا ربنا ادى لابونا نعمه وبركه وعمل وسلطان ليه عشان يساعدك فمش انت اللي تقول انا استاهل اتناول ولا ايه ولا ما استاهلش اتناول لكن تروح لابونا والروح القدس يرشد ابونا ايه بالظبط اللي ممكن تعمله اول حاجه في الاعتراف محتاج ايه اتضاع تاني حاجه محتاج قرار تالت حاجه محتاج طاعه مسؤوليه خلاصك تنتقل الى ابونا بشرطين تقول له كل حاجه وتسمع كل اللي بيقول لك عليه اقولها لكم تاني انتوا نمتوا ولا ايه شايف الناس نايمه ابونا ده ممل قوي اللي جايبينه النهارده ابونا ما تجيبوش تاني صح صح ها مسؤوليه خلاصك تروح لابونا كانك شط الكره في ملعبه بشرطين ايه هما الشرطين تقول له كل حاجه اوعى تخبي عليه حاجه عشان ننضف وتاني حاجة ايه؟ تسمع كل اللي يقول لك عليه ودي برضو محتاجة اتضاع يعني ايه؟ مش ليه؟ وازاي؟ واقنعني ومش عارف حصل ايه؟ وجرى ايه؟ والكلام ده؟ لا خليك متضع اول سكة النقاوة الاعتراف والاعتراف محتاج اتضاع وناخد قرار يا رب لاجل خاطر محبتك وعشان امك العذراء من النهاردة يا رب مش هفتح الانترنت تاني في ناس خدوا قرار ان هم يكسروا الكمبيوتر هيدمرهم نلغي الكيبل من البيت يتلغي الكيبل من البيت هيحصل ايه يعني هموت خلي بالك انه اذا كان سكة النقاوة بدايتها الاعتراف وتغيير الاتجاه وتاخد قرار من أهم القرارات اللي لازم تاخدها أن تحفظ حواسك لأن دي مداخل النفس الإنسان الطبيعي ما يبتديش بالفعل يبتدي بالإيه؟ بالفكر فكر عاطفة تعلق فعل طب والفكر يجي منين؟ من الحواس ما تراه وما تسمعه وما تلمسه وما تستنشقه اللي داخل كله عن طريق حواسك ما تتذوقه حلو ده اللي بيدخل جوه في البروسيسور المصنع اللي اسمه النافوخ ده طب يخرج ايه يخرج بقى افكار ويخرج احلام ويخرج بقى وكله يصب على القلب طب يبتدي القلب يعمل ايه ينفعل تبتدي العاطفة تتحرك العاطفة تحرك الرغبة والشهوة والشهوة متى كملت تلد ايه خطية يبقى احنا ما بتديش بسكة الخطية الخطية مش الشيطان مش هيجي النهاردة يقول لي ايه انا عايزك تمشي ماشي بطال وعايزك تروح الكباريه لا طبعا ما هو عارف ان هقول لا لكن يجي يقول لك ايه ايه ده بص الصورة الحلوة دي بص وابتدى مع حواء لا ايه بص للشجرة فبقيتها بهجة للعيون وشهية للإيه؟ أدي سكة الخطية أولها لإيه؟ العين عشان كده نقاوة القلب تبدأ منين؟ من العينين خلي بالك لو سمحت لا تتهاون مع مداخل نفسك لا تتهاون مع ما تراه أو ما تسمعه أو ما تلمسه أو ما تشمه أو ما تذوقه لا تتهاون اوعى تقول إيه؟ يا ابونا كبرنا بقى يا ابونا يا ابونا كبرنا يا ابونا ده احنا متجوزين وعيالنا كبرت طب وداود يا حبيبي كان متجوز وعنده عيال ولا لا طب وقع ولا لا وقع وشمشون الجبار اللي كان يمشي ايده كده بفك حمار يجيب مية وقع ولا ما وقعش اوعى تتهاون اوعى تتهاون اوعى تتهاون في اللي بيدخل كل يوم لأن اللي بيدخل هيتقلب يبقى فكرة
والفكرة هتتقلب تبقى عاطفة، والعاطفة تتقلب تبقى رغبة، والرغبة تتقلب لفعل أو خطية، والخطية لو اتكررت تتقلب لعادة، والعادة تحدد مصيري الأبدي. يبقى تهاون؟ لا. من القرارات المهمة اللي أخدها أقول بنعمة ربنا لازم أبتدي أجاهد. طب تجاهد لغاية إمتى؟ لغاية إمتى؟ لغاية الدم، لغاية الدم. نسمع عن قصص أبائنا القديسين الأطهار اللي كانوا ييجوا وقت الاضطهاد ويحاربوهم بحروب الشهوة، فأحد الشباب جابوا له بنت مش كويسة، ولأجل تمسكه بالمسيح واقتناعه بمن يؤمن وعلاقته القوية بالمسيح جابها للمسيح، فبعتوا له واحدة تانية، والتانية دي كانت بقى أكثر انحلالا، فلقى إنه مفيش فايدة فعايز يبعدها عنه. عمل إيه؟ عارفين عمل إيه؟ قطع لسانه وبخ الدم في وشها، فترعبت طبعا ومشيت. مين يعمل كده؟ ده احنا المناظر المعاصرة قدامنا في كل مكان، الإعلانات في الشارع والإعلانات في التلفزيون والمناظر، بنمشي في الشارع مركزين مع المسيح ولا بنمشي في الشارع مركزين في الآخرين؟ لا تتهاون. الشيطان بقى جميل قوي في ان يقول لك ايه يا عم، ده فيلم يا سيدي، دي صورة يا ستي، دي قاعدة. قاعدة؟ ده القاعدة دي ممكن تخرب عليك لسنين طويلة من السموم اللي هتسمعيها في القاعدة دي. عشان كده داود النبي يقول طوبى للرجل أو المرأة طبعا الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. طبعا عايز تحتفظ بنقاوتك، احفظ عينك واحفظ ودانك واحفظ لسانك. بنعمة ربنا تستطيع أن تحفظ فكرك وقلبك. من القرارات المهمة اللي ناخدها أن نشبع بالمسيح. ليه؟ لو جبنا كوباية فاضية حبينا نخرج الهواء اللي فيها، نخرجه إزاي؟ هنجيب معلقة ونغرف الهواء نطلعه برا؟ نعمل إيه طيب؟ نحط مية، تدخل المية يطلع الهواء، دخل المسيح يطلع الشيطان. يبقى فكري لازم يشبع بكلمة الله، وقلبي لازم يشبع بمحبة الله، وعيني تشبع بصورة المسيح، وإيدي تشبع بلمس المسيح وتقبيله، فمي يشبع بتقبيله. لازم أشبع. عشان كده تلاقوا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة شبع، أمة حقيقية حكيمة قالت لك أنا مش عايزاك تتهاون، كل شوية قوم يا واد صلي، اصحب الصبح وقول له يا رب أشكرك على يوم جديد، احفظنا في هذا اليوم بغير خطية، ولما تيجي الساعة الثالثة قول له رب زي ما أرسلت على روحك القدوس على التلاميذ جدده في أحشائنا قلبا نقيا، اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدده في أحشائي. والظهر لو عينك زغد كده ولا كده قل له بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. ولما تيجي الساعة 3 كان الساعة 3 دي دايما يصوموا للساعة 3، يبقى الإنسان كده حس إنه يعني إيه هل كان، فتقول له يا من ضاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 لأجلنا استجب صلواتنا رب، وكما فتحت للص اليمين اذكرنا يا رب متى جئت ايه في ملكوتك. ولما تشوف الشمس بتغرب قل له اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاين اظهر انا الخاطئ، ثقل النهار وحره لم احتمل ضعف بشريتي، افتح لي يا رب احضانك الابوية لاني قد افنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالان اتكل على غنى رأفتك ومحبتك البشرية.
صارخا قائلا اللهم أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. طب وقبل ما نام أقول لازم أقدم توبة، ليه؟ لأنه وذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدنونة. يا نهار أبيض، كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله. ومطنيات يا رب سامحنا رب على الفكرة اللي جات لي النهاردة دي، والمنظر اللي شفته، والكلمة اللي سمعتها، والكلمة اللي قلتها، والكراهية اللي كانت في قلبي، والتراخي. سامحنا رب على الكسل، اوعى رب تزعل مني، نظفني يا رب، نقيني، ساعدني، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طب ولو قلقت في وسط الليل كده، يقول لك برضو افتكر العذارى الحكيمات وقول له رب اوعى ما تسمحش رب ان انا اقف مثل الجاهلات ويتقفل الباب في وشي، لكن الدين يا رب اكون مثل الحكيمات. والدين يا رب يا نبيع دموع كثيرة كما اعطيت للمرأة الخاطئة. والدين يا رب توبة، والدين يا رب نقاوة. كل الصلوات بتاعتنا كده، صلوات الكنيسة كلها مركزة على هدف التوبة والنقاوة. ليه؟ أصلي من غير توبة ومفيش نقاوة، ومن غير نقاوة مفيش علاقة مع ربنا، ومن غير ابن المسيح قول عليك يا رحمن إيه؟ يا رحيم. ليه؟ أصل أنا بصراحة أعداء كتير، رغبات الجسد واقفة ضدي، شهوات العالم واقفة ضدي، الشيطان وكل جنوده الشريرة واقفين ضدي، وانا ايه يا رب هعمل ايه انا قدام كل ده؟ يقول لك تكفيك ايه؟ لان قوتي، قول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. ان كان المسيح فيكم فالجسد ميت، ان كان المسيح فيكم فالجسد ميت. ادي حل مشكلة الجسد، صحصح المسيح جواك الجسد يموت، اشبع بالمسيح الرغبات تقل. بس خلي بالك اوعى تستعجل، اصل احنا بنعمل ايه؟ اقول لك ابونا انا بقالي 3 ايام بصلي والحرب هي هي، والفكر هو هو، والرغبة هي هي. 3 ايام تفكر قديسة مريم المصرية دي اللي بنقول لك عليها دي وصلت السياحة دي، وصلت لها في 3 ايام؟ دي قعدت 45 سنة في البرية بتجاهد. الموضوع محتاج ايه؟ طولة بال. بس اوعى تفقد رجائك، اوعى اوعى تفقد رجائك، لان احنا اول نقطة تدينا بيها ان طريق القداسة وطريق النقاوة ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. اوعى تفقد رجاء، اوعى الشيطان يجي في يوم يقولك مفيش فايدة، اقول له امشي امشي بعيد امشي بعيد. انا ابص على انبا موسى، ابص على القديسة مريم المصرية، وبص على المرأة الخاطئة، وبص على اللص اليمين، وأقول في فايدة في المسيح. ده هو رجاء من ليس له إيه؟ ومعين من ليس له، وعزاء صغيري، وميناء الذين في العاصف. خلاص بقى يبقى أنا هو هي حلك في المسيح. طريق النقاوة يبدأ بالتوبة والاعتراف. الاعتراف يحتاج إلى اتضاع. افحص ذاتك، افحص فكرك، افحص قلبك، افحص حواسك، وروح وقول له أخطأت يا أبتاه في السماء قدامك ولست مستحقا أدعى لك ابنا بل اجعلني كأحد أجرائك. والاعتراف يحتاج إلى طاعة، اللي يقول لك عليه أبونا إيه تعمله، ويحتاج إلى قرار. لو سمحت خد قرار، قول له رب أنا هاخد قرار وهتكل على مين؟ على مين؟ على مين؟ ولا على نفسي؟ ولا على حكمتي؟ ولا على إمكانياتي؟ ولا على أنا وات فرود ومحدش يقدر عليا؟ ها؟ هتكل على نعمتك. أنا هاخد القرار واتكل على إيه؟ نعمتك. هاخد القرار وأقول أستطيع كل شيء في المسيح الذي إيه؟ أنا رب ولا حاجة رب، ده أنا جربت 100 مرة قبل كده، جربت من 100 مرة إيه؟ جربت 1000 مرة وما نفعتش. فانا جاي النهارده رب اقول لك انا من كل قلبي مش عايز امشي في السكه دي تاني، ما
بس لو سمحت ايه ساعدني، ولو وقعت سامحني وقويني ان انا ما اقعش ايه تاني. لازم تاخد قرار. مهم برضو في حياة التوبة ان تحفظ ايه حواسك، عينك بتبص على ايه، ودانك بتسمع ايه، لسانك بيقول ايه. ليه؟ في مثل صيني حلو قوي يقول ازرع فكرة تحصد عملا، ازرع عملا تحصد عادة، ازرع عادة تحصد مصيرا. حلو ده؟ ايه رأيكم ميدن شاينا؟ نقوله تاني، ازرع فكرا تحصد ايه؟ عملا. ازرع عملا تحصد عادة، ازرع عادة تحصد خلقا، ازرع خلقا تحصد مصيرا. نسيتوه، مهم قوي تفتكروه ده. ميدن شاينا، لازم نشجع الانتاج الصيني. ها، ازرع فكرة تحصد، ازرع تحصد، ازرع تحصد خلقا، ازرع تزرع تحصد. برافو. اوعى تتهاون، اوعى تتهاون، احفظ حواسك واوعى تتهاون، لان اللي تهاون ايه وقع. بص لداود وتعلم من شمشون. اخر نقطة، اوعى تفقد ايه رجائك، اوعى تفقد رجائك. لا، وفي نقطة تانية، اشبع بالمسيح، اشبع بالمسيح. وزي ما قلت لكم الكنيسة ادتنا طريق الشبع، الصلاة، الأجبية، شبع القداس، شبع على الشبع. بناكل من شجرة الحياة، قديس أغسطينوس يقول كل الحياة واشرب الحياة يكون لك الحياة. تعال تناول من جسد ربنا ودمه، تعال اشبع، اشبع جسديا، واشبع روحيا، واشبع نفسيا، واشبع ذهنيا، واشبع حتى اجتماعيا في وجودك في وسط روحي مقدس. مش كده؟ اشبع من كل الاتجاهات، اشبع عقلك بكلام الانجيل، واشبع قلبك بمحبة ربنا. طب اشبع بمحبة ربنا ازاي؟ هو اقول لكم، روح لواد بيحب بيت كده وقول لهم انتوا بتحبوا بعض ازاي؟ ايه رأيكم؟ ولا ايه؟ تكست مسج طول النهار، ووردة، واي لاف يو، ومش عارف، مش قادر استحمل بعدك، وسهران الليل بفكر فيكي. يا عم خد المسيح بقى، خد المسيح بقى، شيل بقى الاخر وحط مين؟ المسيح. على طول كده يقول ايه؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح اعني، يا رب يسوع قويني. شفت يا رب البت اللي بتقول لي مش عارف ايه دي يا رب؟ يا نهار ابيض، انا مش عارف اعمل معاها ايه بصراحه، انا كنت هشتمها بس يعني معلش عشان خاطرك انا هستنى النهارده. وشفت اللي مش عارف ايه، وشفت ايه، واقعد احكي له ده انا نازل اشتري فستان عشان البتاع ومعيش الا 20 دولار، وتصرف بقى، دي مش شغلتي، انت قلت ادوني الخمس خبزات والسمكتين وانا شبع الجموع، انا معايا 20 دولار وانت تتصرف. وعلى فكره انا عايز اشتري من ميسز. صدق وتروح تلاقيه ب 15 بس مش ب 20. صحيح، مش ده المسيح؟ الهنا حي، الهنا حي، دايناميك، العلاقه بيننا وبينه علاقه حيه. بكلم ابويا، بكلم ابويا، بكلم اخويا الكبير، بكلم خطيبي، بكلم صاحبي. هو ده المسيح. اتمتعوا بالمسيح واشبعوا بالمسيح، قولوا له كل حاجه، افتحوا له قلبكم، احكوا له، اشتكوه، اشتكوا منه، اعملوا اي حاجه، بس خلوا العلاقه بينه ايه موجوده. طول ما نشبع بالمسيح ونقعد نفكر بالمسيح ونسرح بالمسيح. مين اللي كانت سرحانه في المسيح؟ عروس النشيد تقول انا نائمه وقلبي ايه مستيقظ، مش هاين عليها تنام، تقول هو في حد يسيب الامر ده وينام؟ في حد يسيب الامر ده وينام؟ في حد يسيب الحنيه دي وينام؟ في حد يسيب الطهاره دي وينام؟ في حد يسيب كل الحب ده وينام؟ لا مش قادره، انا بنام على فكره، احسن تفتكرين انا بنامش. انا بتكلم بس يعني ربنا يديني ان انا استمتع بالحاجات دي. صحيح، وانت قلقانه بالليل وعماله تجيب السرير من الناحيه دي ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي، وعماله تبرومي في البطانيه، طب ما معاك المسيح. حولوا كل فكره لصلاه،
وحوله كل هم لصلاة، وحوله كل شهوة لصلاة صدقوني، وكل منظر وحش لصلاة. قول له يا رب سامحني ان انا بصيت البصة دي، ما كانش قصدي، سامحني يا رب وساعدني ان انا ما اعملهاش تاني. ولما اكون نايمة بالليل بفكر في اي حاجة حوليها لصلاة، حتى لو بتفكري بفكرة وحشة، حتى لو جالك في حلم مش كويس، اصحى من نوم كده وش من الصليب اقول له يا رب سامحني، ده انا رب ما مش عارف هو ده مني ولا مش مني ولا من الشيطان، لكن يا رب سامحني وساعدني ان انا ما اعملش كده. وصلي كريا ليسون 41 مرة، واعمل مطانيتين ثلاثة، وصلي المزمور 50، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وارجع نام تاني. والله افضل الان ايوم احسن، والله افضل، والله افضل مش جاي لي نوم، ولا قوم اعمل لي كوبايه شاي. المسيح موجود حي وفي وسطينا، مش لسه عمالين نقول عمانوئيل الهنا في وسطنا الان بمجد ابيه الصالح والروح القدس. مفيش سكه للنقاوه بدون المسيح، المسيح هو الحل. كل ما نشبع منه كل ما هتلاقوا الفكر تقدس وتنقى والقلب تنقى، وبقى سهل علينا ناخد قرارات ونعمل حاجات كنا مستطعبينها جدا. كان مستحيل ان انا اسامح حد غلط في حقي. واحده كانت بتقول لي من كام يوم، بتقول لي بص يا ابونا انا عندي اربعه في حياتي، اربعه، اللي يقرب لهم هو حر، هم اربعه، بابايا ومامتي ومش عارف اختي وجوزي، اللي يجي جنب الاربعه دول انا ممكن اكله، اللي يغلط في حد فيهم مش ممكن اسامحه، مش ممكن. بعيد عن المسيح شوي، ما عرفتش المسيح. لما تشوف المسيح على الصليب بيقول اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ومين دول اللي ما يعرفوش؟ ده اللي قدم لهم إيده بالشفة، اللي قومهم من الموت، اللي خلق لهم عين عشان يشوفوا، اللي فرحهم، اللي سطر عليهم، اللي شبعهم، هم قالوا اسلوب. وبرغم كده يقول ايه اغفر لهم يا أبتاه. دي بقى تدخل في علاقة حلوة مع المسيح وتشبع من كلماته في الإنجيل، تدخل في الإنجيل كده، تدخل في الإنجيل يعني تاكل. واحنا لما نيجي ناكل بنقوم نص بطن ولا بنقوم فل؟ طب ولما ناكل من الإنجيل نقوم كده يعني زي ما دخلنا زي ما قمنا، ولا نقعد نقرا لغايه لما نشبع؟ اقعد اقرا لغايه لما اشبع، اقعد اقرا لغايه لما اخد اجابه للظنون والمخاوف والحاجات اللي في قلبي. ربنا يدينا ان احنا نتمثل بامنا العذراء في نقاوتها وطهارتها، وسر نقاوه العذراء في علاقتها بابن المسيح، سر نقاوه العذراء في علاقتها بالمسيح. كانت شبعانة، والنفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجوعانة كل مر حلو. عايز تبتدي؟ ابتدي بالتوبة. عايز تبتدي؟ احفظ حواسك. عايز تبتدي؟ اشبع بالمسيح. ولو سمحت لا تفقد رجائك، واوعى تقول مفيش فايدة، مفيش فايدة، دي مش بتاعتنا. دايما في المسيح في أمل، ودايما في المسيح في رجاء، ودايما في المسيح في قوة. لكن جاهد، قوم اعتمد على إلهك وامسك فيه، وقول له رب غيرني ونقيني وطهرني. صدقوني لو بس يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ دي باستمرار، يا رب يسوع المسيح نقيني، يا رب يسوع المسيح طهرني كتير 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 كتير، عشرات المرات ومئات المرات كل يوم، صدقوني هنلاقي الفكرة هدي والنرفزة هديت والقلب هدي. ما المسيح دخل. طب المسيح لما يدخل البحر يحصل له ايه؟ ولا ربنا المجد الدائم الأبد أمين. بنشكر أبونا يوحنا على محبته وكلمته. يمكن رسالة ربنا النهاردة في الإنجيل عن التوبة، ودي برضو من مفاعيل التوبة، حياة النقاوة والطهارة. ربنا يعوض أتسابونا على مشوار طويل ومحبته مجيه لينا وأخذ بركته في النهضة. نفكركم بكرة القداس من الساعة 8 ل 10:30.